حدث اليوم هو طرق العد نحن بنسميهم والاحتمالات والصلق في صايما الكاليري. طبعا شو هن طرق العد؟ في عندي طريقتين اساسيات للعد. شو يعني طرق العد؟ بمعنى كمثال انا دائما بضربه او بطرحه، اذا عندي اتش الما دوت تشيليك مثلا، وجيت قلت لكم انا هو بدي اختار منهم قطعه، بدي اختار منهم وحده من الفواكه، بكم طريقه فيني اختار قطعه من الفواكه، تفاحه او فريز؟ بكل بساطه في عندي ثلاث احتمالات، يعني ثلاث تفاحات مختلفات واربع فريزات مختلفات، ففي عندي بكون سبع احتمالات، عندي سبع اشكال بسبع طرق فيني اختار نوع من انواع الفاكهه. لو جيت قلت انا بدي اختار تفاحه، وهون اخترت انا هاي سبعه فيا تفاحه او فريزه، لو جيت قلت انا بدي في تفاحه وفريزه، في عندي بيكون 12 احتمال فعليا ب 12 طريقه. ليش؟ لانه عند يكون عندي في، انا اول تفاحه ممكن اختار مع اول فريزه، ثاني تفاحه مع اول فريزه، ثالث تفاحه مع اول فريزه، هاي ثلاث اشكال. بعدين بجي على التفاحه الاولى مع ثاني فريزه، التفاحه الثانيه مع ثاني فريزه، التفاحه الثالثه مع ثاني فريزه، بصيروا ثلاثه ثانيه، فثلاثه وثلاثه 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 بيطلعوا لي 12 احتمال. هلا هو الطريقتين الاساسيات بنسميهم، اول واحد توبلاما الكي قانون الجمع، والثاني القانون هو الاساسي فعليا بالعد، قانون الضرب، ضرب الاحتمالات ببعضها. اين هو مستخدم اكثر؟ المستخدم اكثر هو الضرب، عاده مسائل الجمع قليله. ايمتى بنستخدم الجمع وايمتى بنستخدم الضرب؟ عند يكون في فيا بالمسألة بروح بجمع، الفيا دائما هي زائد، وعند بكون في في هي ضرب. وطبعا حسب فهمكم للمسألة، يعني مثال هون سؤال أول دوت فار كلود شيدفيل دام بي شيدفيل كاتش فار كلود شكل دي سيتشيلا بيلير، بكم طريقة فيني أختار مصدرة من أربع مساطر؟ وممكن أختار الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، يعني بكل بساطة أربع طرق. سؤال ثاني، بش كيشيليك بير اورنجي جروبو، عندي مجموعه من خمس طلاب اورنجي، ها تمام، بير اوريتمان كوتش فار كلشكيل دي سيتشيلابيلي، بكم طريقه فيني اختار منهم استاذ؟ ولا طريقه فعليا، صفر. ليش؟ ما هن كلهم طلاب. لو قال لي بكم طريقه فيني اختار طالب منهم، بقول له خمس طرق كانت، بس عم قال لي اذا اختار منهم استاذ بكل بساطه بولا طريقه، صفر طريقه. مثال اللي بعده، بي طلبضة بش بياض دوت كرمز، في عندي خمسة أبيض أربعة أحمر، طلبضان بير بياض يدا بير كرمز، لاحظوا يدا أو فيا طبعا، ها هون تجي بمعنى فيا أو يدا، بيضاء أو حمراء ما بتفرق معي أنا، كاتشك ديشيك يلا على نابيلي، والله تسع طرق، لأنه ممكن أختار البيضة الأولى أو البيضة الثانية أو البيضة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو الحمراء الأولى أو الثانية أو أو، عم بقول فيا أو، معناتها فيني أجمع جمع، يعني عندي تسع طرق مختلفة. مثال بعده، ي كنتيندان إكس كنتيني فيا زد كنتيني كاتش فرق لي الله جيدي لبيلير، أنا موجود بي وبدي أروح إما على إكس أو على زد، بسميها نحن نفترض التهريب، يعني دخلت التهريب على تركيا، انا موجود والله بكلس، بدي اطلع اما على عنتاب او مثلا على اورفا، كم طريقه فيني اختار؟ والله في عندك على عنتاب على زد واحد اثنين ثلاثه اربع طرق احتمالاتك، ومع على اورفا على اكس يعني في عندك ثلاثه، فمعناتها عندك سبع احتمالات ممكن تطلع فيها من ي يعني كلس لنفترضها على عنتاب او على اورفا، معناتها في عندك سبع طرق مختلفة. لاحظوا في فيا أو المسألة عادة توحي أو بتعطيني معلومة أنه أنا عم بجمع جمع، يعني ما عم تفرق معي أروح على إكس أو على زد، في أو كلمة أو بالموضوع، عند يكون في أو معناتها أروح جمع جمع. الأسلوب الثاني عادة أسلوب الضرب، شلون ضرب توبلما هون شو عندي تشاكما أونورون دوت فارك لبالتونو بان تولونو ve 3 farklı gömleği vardır. Andi 4 banatıyı. P1, P2, P3, P4. Ve andi 3 gömlek. G1, G2, G3. Buna göre Onur bir pantolon ve bir gömleği. Lahzu fi ve. Vah. Yani ana biddi misamiyo talbiq. Nahne bil alim nkul ablabbiq pantolon ala kamis.
بكم طريقة فيني أسوي هيك طقم أضبط؟ والله فينك تأخذ البنطلون الأول مع القميص الأول، البنطلون الأول مع القميص الثاني، أو البنطلون الأول مع القميص الثالث، هاي ثلاث تلبيقات. أو أمشي هلا على البنطلون الثاني مع القميص الأول، الثاني مع الثاني، الثاني مع الثالث، صاروا ستة. فواضح أنا هلا الثالث نفس الشيء والرابع نفس الشيء، ثلاث احتمالات متكررين، يعني كأنه عبضب أربعة بثلاثة، فيعني عندي 12 طقم أو 12 تلبيقة، 12 تنسيق بين على البناطير والقمصان. فهم بروح بضرب ضرب، بسوي عملية ضرب. نطلع مثال على السؤال الأول. التير كيك فيسكيز كز دان أولو شامبي جروب. بدي أشكل مجموعة من مجموعة طلاب وطالبات، مجموعة جديدة إيركيك في بيركز. بدي أختار طالب وطالبة. بكم طريقة فيني أشكل هذا الفريق من طالب وطالبة؟ بمعنى كمثال صف فيه بنات وصف فيه شباب، بدي أخذ اثنين بمثلوا هالصفين، يعني رؤساء الصفين مثلا. والله من الإيركيك في عندي ست احتمالات، والكز في عندي ثمان احتمالات، فكلياتهم بضربهم ضرب. ليش؟ مو في عندي V، دختار V، عفوا هون V وليس هون، فمعناتها 8 ضرب 6 في 48 احتمال. شلون منفكر فيها؟ فكروا فيها كطريقة تالتة، A1 A2 A3 A4 A5 A6. هاو هن الصبيين، البنات رح يكون K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8. هلا انا بجي الشاب الاول ممكن اختاره من الشباب واختار معه اما البنت الاولى او الثانيه او الثالثه او الرابعه او الخامسه او السادسه او السابعه او الثامنه، هاي ثمان احتمالات. بجي على نفس الشيء الصبي الثاني كمان عندي ثمان احتمالات له، كل واحد في عنده ثمان احتمالات، معناتها بصيروا فعليا ست ثمانات، يعني 48 احتمال، 48 طريقه، يعني كرك سكيز شكيل دي. تمام، لاحظوا لو اجى قال لي مثال تاني، هاي بس تغيير للمسألة مشان نشوف إيش الفرق بين في وفي. لو قال لي أنا بدي أساوي جروب مو جروب، بدي أختار شخص صبي أو بنت، دختار من هاي والشعبتين من الكي شوبة، دختار حدا بيمثلهم للشباب والبنات. كم احتمال في عندي؟ والله ست شباب وثمان بنات، لتختار واحد منهم لا على التعيين، ما عم بتدقق لي بدك شاب وبنت، شاب أو بنت ما بتفرق، في يكون عندي 14 احتمال. لو قال لي فيا كونوا عندي 14 واحد بجمعهم جمع. شوف المثال تحته، 5 yüzücünün katıldığı bir yüzme yarışmasında birinciye altın, ikinciye gümüş, üçüncüye bronz madalya verilecektir. تعرف عندي سباق سباحة مثلا، في خمس متسابقين، في الترتيب الأول شو بياخذ؟ altın. الترتيب الثاني بياخذ gümüş، فضة. الترتيب الثالث بياخذ برونز، بياخذ برونزيه نحن بنسميها. يا ترى بكم طريقه هدول الميداليات فينا يتوزعوا؟ والله الاول في له كم احتمال؟ خمس احتمالات، يعني ممكن المتسابق رقم واحد او المتسابق رقم اثنين او المتسابق رقم ثلاثه او المتسابق رقم اربعه او المتسابق رقم خمسه، في عندي خمس احتمالات ممكن ياخذوا الترتيب الاول. طيب واحد منهم طلع الاول، اعطيته الذهبيه، الثاني بقول لي اربع احتمالات بس. ليش؟ لانه الاول خلاص راح، فبقوا الاربعه الثانيين عم بتنافسوا على المركز الثاني. طلع واحد منهم مركز ثاني، بقى لي للمركز الثالث ثلاث احتمالات، معناتها خمس احتمالات ضرب اربعه ضرب ثلاثه، يعني 60 احتمال ممكن. بمعنى لو اخذت المتسابق رقم اربعه طلع هو الاول، فبيجي المركز الثاني ممكن يكون المتسابق رقم واحد أو المتسابق رقم اثنين أو أربعة أو خمسة. المركز الثالث نفس الشيء، فكل مرة بنضرب ونضرب هون، ما بنجمع جمع. مثال بعده، دوت مكتوب بش فالكلو بوستا كوتوسونا كاتش فالكلو شكل دي بوستالا نر. عندي أنا أربع مكاتيب وعندي خمس صناديق، رح حطهم هاي الصندوق الأول تاني بوست او خمسه بوست، ودعبي فيهم اربعه مكتوب. بكم طريقه فيني اعبيهم؟ والله المكتوب الاول ممكن اعبيه هون او هون او هون او هون او هون، معناتها في عندي خمس احتمالات للمكتوب الاول. طيب المكتوب الثاني،
والله ممكن ارجع اعبيه بنفس اللي عبيت فيه المكتوب الاول او اللي جنبه او اللي جنبه. معناتها 5 احتمالات للمكتوب الثاني. طيب المكتوب الثالث والله نفس الشيء، بصير اعبيه نفس ما عبيت الاول والثاني او ما عبيت الاول او الثاني، كمان 5، والرابع كمان 5. معناتها ان 5 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 5 يعني 625 طريقه فيني اعبي الاربع مكاتيب. لاحظوا السؤال الثاني غيروه شوي، شو عم بقولوا؟ دوت مكتوب باش فارقلي بوستا مثل العاده، ولكن هير مكتوب فارقلي بوستا. لازم المكتوب الواحد اذا حطيته مثلا بالصندوق الخامس، الصندوق الخامس سكره خلاص ما بصير اعبي فيه من جديد. يعني جيت هيك حطيت انا هذه الخمس صناديق، جبت الرساله الاولى حطيتها مثلا بالصندوق الاخير، حطيت هون رساله، افترضوا رساله، خلاص هذا تشطب عليه راح، ما بصير ارجع اعبي فيه المكتوب اللي بعده. يعني شو بقول انا؟ بقول اول مكتوب عنده 5 احتمالات، اما الصندوق الاول او الثاني للخامس. بيجي المكتوب الثاني في احتمال راح خلاص ممنوع اعبي فيه، ببقى له 4 صناديق ممكن يتعبى فيها. المكتوب الثالث ببقى له 3 صناديق ممكن يتعبى فيها. اللي بعده ما ببقى له غير احتمالين، اما الصندوق الاخير او قبل الاخير. معناتها بكون 5 ب 24 ب 3 60 ب 2 120. ولاحظوا لما بكون ما في عندي اهميه للتكرار، يعني انه ممكن انا بالصندوق ارجع اعبي مره ثانيه، الاحتمالات اكثر بكثير من انه ممنوع التكرار. عند ممنوع التكرار انا عبيت بصندوق واحد صار للكب خلاص تسكر ممنوع استخدامه مره ثانيه، بينما عند كان في احتماليه ارجع اعبيه مره ثانيه كان الاحتمالات اكثر. المثال اللي بعده عبقول لي هيرجن تيشيرت جيان بير اورنجينين بيش فارقلو تيشيرت فاردر. عندي طالب عنده 5 تيشيرتات مختلفين كل يوم بلبس واحد، طبعا بجوز يكرره بجوز لا ما بعرف انا، يعني ممكن يلبس الواحد نفس الشيء كل يوم، ما في عندي شاطلة هلا. ولكن بالسؤال بعد ايش عقلي؟ ارض ارض كي جن ايني تيشيرت جيميان. لازم انا التيشيرت اللي بلبسه بهذا اليوم باليوم اللي بعده ما بصير البسه ولا باليوم اللي قبله. بكم طريقه هو الـ5 تيشيرتات انا فيني البس انوع التلبيسات تبعتي؟ يعني انا والله ما بحب يشوفوني في يومين ورا بعض نفس الهدوم، انا التيشيرت اللي بلبسه اليوم الثاني بحطه بالغساله ما بلبسه مره ثانيه، بس اذا رجع بعد يومين بصير. فايش بدي بقول؟ تعالوا نفترض هي اليوم الاول، اليوم الثاني، اليوم الثالث، اليوم الرابع، اليوم الخامس، ايتش هافتا، مو هيك؟ هافتا ايتش، هافتا ايتش يعني داخل الاسبوع يعني 5 ايام. بتعرفوا هذه بازار تيسي صالة مثلا يعني تشار شامبا، بعدين بير شامبي، انا راح امحي الارقام واسميهم هيك انه هن 5 ايام، وفي الاخير عندي جمعه. والله جيت اول يوم عندي 5 تيشيرتات، انا هو البس والله في عندك 5 احتمالات ممكنه فيني البس ب5 طرق. طيب الصاله ها اللي لبسته يوم البازار تيسي ما بصير ارجع البسه، كبيته في الغساله، بقي لي 4 احتمالات فقط. طيب تجي على تشار شامبا، والله اللي حطيته في الغساله يوم الثلاثاء اللي هذا لبسته يوم الاثنين ممكن ارجع البسه، فرجعوا لي 4 احتمالات. ليش؟ لانه اللي لبسته بصاله صار للكب، اللي باليوم الاربعاء تشار شامبا بصير ارجع البس تبع يوم الثاني. ما بجي بيوم البير شامبي اللي يوم الثلاثاء لبسته بصير ارجع البسه، التشار شامبال ترى رجعوا 4 احتمالات. يوم جمعه مين ما بصير البس؟ ما بصير البس اللي قبل. يوم الجمعه برجع بحذف اللي لبسه يوم الخميس، كمان برجعوا 4 احتمالات. فمعناتها لاحظوا 5 ضرب 4 ضرب 4 ضرب 4 يعني 5 ب 4 اس 4، يعني الجواب هو الجواب ب. نجي على مسائل الطرق الاعتيادية. أنا موجود بأ، بدي أروح على جي، جي كنتيني كاتش فاركلوي والله جيدي لابيلي. والله فيني الطرق إذا فيني أعدهم هلأ، بطلع من فوق على ب وبطلع من فوق على جي، هاي طريق. بطلع من فوق على ب بنزل من تحت على جي، صاروا 2.
بروح في النص على ب وبطلع لفوق على ج صاروا ثلاثة. في النص على ب بنزل لتحت على ج صار أربعة. من تحت على ب من فوق على ج خمسة. من تحت على ب ومن تحت على ج صاروا عندي ست احتمالات. طبعا إذا عدهم هيك مصيبة، لو كان عندي فيهم عشرين واحد أبو عدهم هيك لا. ما بكل بساطة هني ثلاث طرق من أ لب و من ب لج اثنين، فمن أ لج صار ثلاثة ضرب اثنين عندي ستة، عندي أ طيور. طيب اللي تحته شو عقلي؟ A kentinden C kentine kaç farklı yolla gidip dönülebilir? بتروح وبترجع. والله نفس القضية. بتخيل حالي عم بروح من A ل B ل J وعم برجع من ل J ل B بعدين ل A. في من هون لهون ثلاث طرق، من هون لهون اثنين، من J ل B اثنين، ومن B ل A ثلاثة. يعني كأنه ثلاثة ضرب اثنين ضرب اثنين ضرب ثلاثة يعني ستة وثلاثين. الفكرة انه انا عم بروح من A ل J بست طرق، وفي بالرجعة ست طرق، بضرب ستة بستة ما بجمعهم جمع، لانه انا شو عم بقول؟ من A ل B و من B ل J و من J ل B و من B ل A كلهم V V. بتعرفوا جديب دون لابيلير هي انه جدار V دونو، انا هيك بعرف بروح وبرجع يعني. ففي V بالموضوع مو V اروح او ارجع، ففي 36 طريق فعليا. نصعب المسألة شوي وننتبه عليها، هي كتير كتير. كلانلان يولları تكرار كلانmamak şartıyla A kentinden C kentine kaç farklı yolla gidiş dönüş yapılabilir. عقل إذا رحت من A ل B الطرق يولları، شو يعني يولları؟ معناتها هول قصار يعني، هاد بعتبروه طريق صغير، هاد طريق صغير، هاد طريق صغير، هاد طريق صغير، هاد طريق صغير. هدول الطرق اللي استخدمتهم بالراحة ما بصير ترجع تستخدمهم بالرجعة. والله بجي بقول تمام، لنفترض أنا طلعت فوق وهيك، هاي ست احتمالات. طبعا من A ل J أنت وحسبنا هون ثلاثة ضرب اثنين في ست احتمالات ممكنة. لنفترض استخدمت أنا من هول الست احتمالات الممكنة لفوق لفوق بالرجعة، هادي لازم يمحي وهاد لازم يمحي، خلاص ممنوعين هدول، صار عليهم مثل ما بقولوا حاجز. أنا طلعت من A ل J تهذيب، هدول الطريقين وقف عليهم حاجزين، وقف عند ممنوع بالرجعة فيهم. طيب أنا صرت ب J شلون ترجع على A؟ والله ما في عندك، صار عندك غير احتمال، تنزل من تحت وبعدين إما تروح في النص أو تروح لتحت. معناتها صار عندك احتمال باحتمالين، يعني واحد ضرب اثنين، يعني ستة ضرب اثنين عدد 12 طريق. فتذكروا عند كل كلمة يولları بحذف واحد بالراحة من كل الاحتمالات بين كل مدينتين، بقى لي واحد ورجع. نجي على الفكرة الثانية اللي هي مهمة هلا، ولاحظوا شو الفرق بين الجملتين. كلانلان يولو طريق واحد حكى، شو الفرق عن اللي فوق؟ الطريق الواحد هذا دليل انه انا لما رحت من A ل J فوق فوق، في الرجعة الطريق الطويل اللي استخدمته، يعني ما بصير ارجع فوق فوق، هي ما بصير ارجع فيه. طيب شو بفرق عن اللي قبله؟ عن اللي قبله كان ما بصير استخدم هذا على الخالص، وهذا ما بصير استخدمه ابدا ابدا. بينما هلا انا اذا افترضت طلعت من فوق وكملت فوق، بالرجعة اذا بدي بحسن بستخدم الطريق القصير اللي فوق بس بنزل لتحت مثلا، بس احسن بستخدم الطريق اللي فوق مع اللي في النص مثلا، بس انه اطلع من فوق لفوق مره ثانيه هي ما بصير. فيني انزل مثلا من تحت واستخدم اللي فوق مره ثانيه، انزل من تحت واستخدم اللي في النص، هدول احتمالات صارت ممكنه في الرجعه. معناتها انا عند قلي كلانلان يولو يول طريق واحد، انا بقول له بكل بساطه بكم طريق رحت لهنيك؟ والله ست طرق كانوا. طيب بالرجعة كانوا ست طرق مسمح لي، شلت واحد منهم بقولي خمسة. مو انت عم تقول كلانلان يول طريق واحد احذفه، فبحذف الستة بحذف منهم خمسة، واحد عفوا طلعوا لي خمسة، يعني عندي 30 طريق. مرة تانية ركز عليها، يولار
احذفوا الاجزاء الصغيره كلياتها، ها خلص اللي دست عليه من قبل ممنوع تدوس عليه مره ثانيه. بينما يولو ما بصير نفس المسافه تقطعها، الطريق كله طويل ما بصير تستخدمه مره ثانيه. هذا الفرق بينهم. نجي على تمارين المجموعات اللي مهمه كثير، بتلزم بالتشفير، وضع شفرات لرقم الموبايل، لحساب بنك، لاي شغله. هون عم قل لي اعداد بدل شفره، هون بصمك بدي اشكل اعداد. لهي بيجي سؤال اي كيو، 3 بصمكلي كاچ sayı yazılabilir؟ والله 3 بصمكلي ها هاي 3 خانات. والله المئات بكم طريقه فيني اعبيها؟ اما الواحد او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه او سته او سبع احتمالات ممكنه. طيب عبيت حطيت واحد، العشرات والله فينك تحطهم كلهم كمان مره ثانيه، ما حدا قال انه اللي استخدمته من قبل ما بصير تستخدمه مره ثانيه. سبع احتمالات ثانيه. الاحاد كمان سبع احتمالات، يعني سبعه بسبعه بسبعه، سبعه اس ثلاثه. طبعا يعني فينا نحسب 343 بس منا مضطرين يعني. فسبعه اس ثلاثه. بعدها دوت بصمكله كاد صايي يازلابيلي، دوت هاي دوت. احتمال الالوف هون بتعرفوا هذا الاسم بير بير اون او ايش كان، والله ما متذكر، مو اون نسينا الاسم تبع الالاف بالتركي. بين بين الاحاد الالوف هون الالافات، نحن في كم احتمال؟ سبع احتمالات. المئات اليوزلا سبع احتمالات، العشرات سبع احتمالات، الاحاد سبع احتمالات، معناتها في عندي سبعه اس اربع احتمال اللي هو عدد صار كبير كثير. فتذكروا اذا انتم عندكم شفره مثلا كشفره ها عم بحكي بس هلا وضحت فيها من سبع، وعندي بعرف انه لازم استخدم سبع ارقام، في مشان تكشفوها سبعه اس اربعه تجربه لازم مشان تعرفوا ايش الصح. اللي هو عدد هائل ما هو سهل تجريبه. المثال اللي بعده نصعبه شوي، نحن بنسميه عقلي 3 بصمكلي كاچ چیفت سايي. شو يعني چیفت سايي؟ يعني عدد زوجي نحن بنسميه الاحاد، يعني البيرلار لازم يكونوا اما اثنين، يعني هون لازم احط اما اثنين او اربعه او سته، ما بصير احط سبعه، ما بصير احط خمسه. بتعرفوا تشيفت صاير يعني البيرلار اللي له لازم يكونوا تشيفت، ما اجباري كلياتهم تشيفت، يعني ممكن احط هون مثلا 170 72 هاد تشيفت صاير. المهم الاحاد تشيفت، فمعناتها باول الخانه اللي هي بيرلار في عندي ثلاث احتمالات بس، اما اثنين او اربعه او سته. طيب بجي على المئات يوزلر، والله فينك تحط كلياتهم كل شيء بيصير سبع احتمالات. بالعشرات بالاونلاين سبع احتمالات، يعني سبعه بسبعه بثلاثه، يعني 49 بثلاثه مثلا 140 47 عدد. معناتها في عندي 147 شيفت صاير فيني اساوي من الارقام اللي محطوطين هون. طيب ايش بصمك للتيك صاير؟ والله تيك نفس الفكره، التيك معناته هون لازم احط واحد او ثلاثه او خمسه او سبعه، هاي الخانه يعني اربع احتمالات ممكنه. طيب اليوزلار مئات سبع احتمالات، الاونلار كمان سبع احتمالات، معناته هو سبعه بسبعه 49 باربعه، يعني 190 96. لاحظوا هدول التك والتشيفت بالاصل بشكله كل الاعداد، هو المثال حليناه من شوي، كل الاعداد هن 343 واحد مقسومين 147 شيفت 196 تك، هو اذا بتجمعوهم بيطلعوا 343. نخربط المسألة أكثر شوي. 3 بصمكلي رقملاري فارقلي. أها هاي معلومة جديدة، شرط جديد. شو يعني رقملاري فارقلي؟ يعني العدد اللي الرقم اللي بستخدمه ما بصير استخدمه مرة ثانية. طيب بجي أنا في شرط ثاني غير إنه يكون مختلفين؟ لا. لو في مثلا شيفت لازم أجرب الخانة الأولى شو تكون، بس هون ما في. طيب المئات والله سبع احتمالات، كل شيء بيصير. إما الواحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة أو سبعة. طيب بالعشرات اللي استخدمته ما بصير ترجع تستخدمه، يعني مثلا إذا استخدمت هون ثلاثة أنا راح لثلاثة، بقي لي كم احتمال؟ بقول لي ستة بعدها. يعني مثلا بكونوا إما الواحد أو اثنين أو أربعة أو خمسة، مثلا حطيت السبعة، راح السبعة ضل لي كم احتمال؟ خمس احتمالات.
معناتها هذه 7 ب 6 ب 5 يعني 210 اعداد. لاحظوا قلوا الاعداد بشكل كثير، كانوا عن تو 343 عدد فيني اكتب. هلا لما عرفت انه مختلفين نزل العدد ل 210 بس. فلاحظوا رقم لا دو فارك لو، شو هاد منعني من انه اكرر، وهذا معناته قلل لي النسبه كثير. طيب 3 بصمك لو رقم لا دو فارك لو تشيفت، لاحظوا شرطين صار عندي مختلفين ولازم يكون تشيفت. تذكروا بس كان عندي تشيفت او تيك بروح بناقش حالته قبل رقم لا دو فارك لو. ليش؟ لانه هن بتعلقوا بخانه وحده بير بصمك، رقم لا دو فارك لو كل الخانه، فانا بروح بناقش الشرط الاصغر نحن بنسميه. طيب تشيفت معناته ايش فيني احط هون؟ والله اما الاثنين او الاربعه او السته، يعني ثلاث احتمالات. ممتاز، كتبت شيء واحد منهم. نجي هلا نعبي المئات. والله تعبي المئات بقي لك مع الاسف 6 اعداد بس. ليش؟ لانه اللي كتبته بالاحاد مثلا اذا كتبت هون 2 خلص راحت، بقي لك 6 احتمالات. شو بتكتب هون؟ 1 3 4 6 5، كتبت شيء حدا بقي لك بعدها 5 احتمالات، ما بصير تكرر لانه. معناتها بكل بساطة هون صار عندي الأعداد الزوجية، لاحظوا 6 ب 5 30 ب 3 90 واحد بس. أم توا بتتذكر ايش قد كانوا؟ 147 عدد زوجي، شيفت صاير. هلا لما قال لي رقم لرفارك ل نزلوا لل 90 واحد. خربت المسألة أكثر شوي. ايش بصمك ل رقم لرفارك ل تك صاير. هاي بكل بساطة فيني أحسبهم، بقول كلياتهم 210 راح 90 زوجي، البقية فرديين. 210 راح 90 اللي هو بيطلع 120، أو مثل العادة هاي ايش بصمك ل، إذا بدي أحل السؤال لوحده، الخانة الأولى مين فيها؟ إما 3 أو 5 أو 7 أو 1، يعني 4 احتمالات ممكنة. طيب حطينا واحد منهم، بنجي على المئات بقي لك 6 ارقام بس. صار استخدمت هلا رقمين بالمئات والاحاد اليوزلار والبيلار، بقي لك 5 بالعشرات. معناتها طلعوا 4 6 ب 5 20 ب 4 120، مثل ما حسبناهم 210 راح 90، 120 عدد فرد. نجي اكثر على المساله، ايش بصمك لو رقم لرفرك لو 300 بيوك. حدا حطوا لي شرط جديد. هالشرط مين بتعلق فيه؟ اليوزلاف. اكثر من 300 معناتها اما 300 وشوي، 400 وشوي، 500 و 600 700 هيك، معناتها الواحد واثنين شطبهم، ما بصير استخدمهم اول شيء. يعني اذا دجي احط انا هيك اي ايش بصمك، ببلش بمين عليه الشرط؟ الشرط صار على انه اكبر من 300، يعني ببلش باليوزلاف. هون باليوزلال لازم احط كم احتمال عندي؟ 5 احتمالات، ان اما الثلاثه او الاربعه او الخمسه او السته او السبعه، حطيت واحد منهم. طيب بالعشرات والاحاد ما في عليهم شرط، اهم المهم ما بصير استخدم اللي استخدمته من قبل، معناتها هون بقي لي 6 احتمالات لان كانوا 7 اعدادها من 1 للسبعه، حطيت باليوزلال واحد منهم بقوا 6، بعدين صاروا 5 احتمالات. يعني 5 ب 6 ب 5، يعني 150 رقم، 150 عدد اكبر من 300. طيب اللي بعده 3 بصمات لو رقم لرفارك لو 300 بيوك تشيفت. اها هيك صار عندي 3 شروط. والله تعالوا نجربها 3 بصمات لو. الشرطين اللي سهلات او اللي عليهم قيمه اللي هن تشيفت و 300 بيوك، يعني اكبر من 300 وتشيفت خانه وحده، التشيفت يعني بتعلق بهي الخانه، وال 300 بيوك الخانه المئات. طيب انا بدي احط اول، انا بنجرب التشيفت مثلا نفس الشيء، هن اثنيناتهم مثل بعض اصلا، اثنيناتهم بيعطوا علي شروط. انا بنجي بنجرب، اذا جيت التشيفت، التشيفت عندي اما 2 او 4 او 6، معناتها عندي اذا 2 او 4 او 6، معناتها هون عندي 3 احتمالات. طيب ممتاز، حطيت واحد منهم. بجي على الخانة الأخيرة هي اللي هون، اللي هي إذا حط إما 3 أو 4 أو 5 أو 6 أو 7. والله هيك في عندي مشكلة. شو هي؟ أنا إذا حطيت الرقم 4 اخترته هون،
حطيته صار هذا ما بصير أحطه. يعني بقولي أربع احتمالات بس، ولكن إذا حطيت الاثنين هون، اخترت الاثنين، ضل لي خمس احتمالات هون. معناتها الشغلة بتعتمد حسب شو بحط بالبيرلا. إذا حطيت اثنين ضلوا الخمس احتمالات لليوزلان مثل ما هن، بيعطوني أكبر من 300. بينما إذا حطيت الأربعة أو حطيت الستة رح ينقصوا الاحتمالات لأربع احتمالات. معناتها أنا مضطر أناقش حالتين. شو هن الحالتين؟ حالة أنه أحط الاثنين وحالة أنه ما أحط الاثنين. معناتها تقول إما يكون أكتب الاثنين هون، أكتبها كتبت الرقم اثنين، يعني 302 وكذا، كتبت الرقم اثنين هون، في عندي احتمال واحد صار هون هو الرقم اثنين. بجي هلا على هون على المئات، شو في عندي احتمالات؟ 3 4 5 6 7، في عندك خمس احتمالات. والعشرات، والله أنا استخدمت الرقم اثنين واستخدمت واحد من هذول الخمسة، بقيني معناتها خمس احتمالات تانية. ليش؟ هن سبعة، استخدمت الاثنين بقوا ست احتمالات، استخدمت واحد بالمئة بقوا خمسة، يعني خمسة بخمسة بواحد يعني 25 احتمال. طيب والحالة الثانية، إما يكون الاثنين بالآحاد أو الاثنين ما هو بالآحاد. طيب إذا الاثنين ما هو بالآحاد مين ضل عندي؟ إما الأربعة أو الستة، يعني كم احتمال؟ احتمالين عندي. حطيت واحد منهم، شو بقى عندي من 3 4 5 6 7؟ والله حسب، إذا استخدمت الأربعة بروح الأربعة بضلوا أربع احتمالات، استخدمت الستة بروح الستة بضلوا أربع احتمالات، في الحالتين أربع احتمالات. يعني إما استخدمت الستة أو استخدمت الأربعة، معناتها هون ضل أربع احتمالات. ممتاز، صار عندي الآحاد عبيته برقم، المئات عبيته برقم، اليوزال والبيلار راحوا صار رقمين من عندي، بقي لي خمسة للعشرة. معناتها أربعة ضرب خمسة 20 ضرب 2 40 رقم أو 40 عدد. معناتها صار هلأ عندي عدد الاحتمالات أو عدد الأعداد نحن نسميه كاتش صاير يظل بليل. أحاده 2 في عندي 25 واحد، وأحاده 4 أو 6 40 واحد. معناتها إذا كان عدد بدي إياه زوجي أكبر من 300، الرقم لضرب فارق له صاروا 20 زائد 40 يعني 65 رقم، 65 طريقة مختلفة بجمع. ليش طبعا هون جمع؟ لأن أنا بقول إما يكون الاثنين أو تذكروا فيها، معناتها في زائد، ها أربعة والستة هن محطوطين بالآحاد. ها بيكون أصعب الشيء لما بيكونوا سبع أرقام. حالا المسألة الأصعب لما بطلع لي الصفر بالموضوع. شو مشكلة الصفر بالموضوع؟ إيش بصمت له مثل العادة، دجي أحط أنا إيش بصمت له، ما في عندي لا تشيفت ولا رقم لا رفالك له، بجي بعبي المئات. أها المئات ما بصير أحط الصفر فيه. ليش؟ لأن تخيل كتبت لكم صفر 26، ما حدا بقول هذا إيش بصمت له، هذه كي بصمت له، يعني حيطلع الصفر الزيادة ما بأثر علي. فهون لاحظوا عند بكون في صفر بالمجموعة اللي دختار منها في مشكلة دائما رح تنطرح. شو هي؟ الصفر ما بصير يكون بالمئات، معناتها بالمئات لازم ست احتمالات. هلا بعدين والله فينك تحط الصفر هون وفينك تحط الصفر هون، سبع احتمالات. يعني مثلا حطيت اول شيء 3، فينك تحط بعدين 0 و4 304، 3 0 0 5 1 0. الصفر فينك تستخدمه باقي الخانات، مشكلته بس باول وحده لا دوت بصمك له. طبعا هون بطلع 6 ب 7 ب 7 يعني 49 ب 6 دوت بصمك له. نفس الشيء، اول واحد 6 احتمالات ما بصير تحط الصفر، بعده 7 ب 7 ب 7 كمان 6 ب 7 اس 3. تشيفت صاير، والله تشيفت صاير نفس الفكره، بجي الصفر له مشكله ما بصير احط الصفر اول شيء، 6 احتمالات. تشيفت لازم اناقش شرط التشيفت. التشيفت معناتها بآخر خانة مين لازم يكون؟ 2 4 6 أو 0 كمان بيصير. تعرفوا التشيفت صاير، المهم يكون البيلار تشيفت 2 4 6 8 0، ما في 8 طبعا هون. معناتها هون أربع احتمالات بس. طيب العشرات كلياتهم بيصيروا سبع أرقام، من 0 ل 6 سبع أرقام، بالبعده سبع أرقام،
معناتها صار 6 ب7 ب7 ب4، يعني 24 ضرب 49 احتمال. ناخذ استراحه 5 دقائق يا صبايا ونرجع نعقد المساله مثل ما عقدناها من شوي صبايا وشباب.